السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لو بروفيسور، قناة الأستاذ. اليوم مع درس جديد سيستفيد منه الجميع. فالمطلوب منكم في هذا الدرس فقط أن تكون تتقن اللغة الأجنبية. فعندما نقول لغة أجنبية نقول لغة فرنسية أو إنجليزية أو ألمانية، هكذا ذوالي. فبواسطة هذا الموقع كريغز ليست ستقوم بتدريس اللغة لأجانب يريدون تعلم اللغة العربية، حيث ستقوم بتدريسهم هذه اللغة، فهي من اللغة الفرنسية إلى العربية، أو من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وذلك حسب المبلغ الذي تريده. فأنا على سبيل المثال أقوم بتدريس فرنسي للغة العربية بعشرة يورو في الساعة. فلتسجيل في هذا الموقع سنقوم بالخطوات التالية، يرجى تتبع هذه الخطوات. أولا نذهب إلى موقع كريغز ليست، سأضرب لكم الرابط في أسفل الفيديو. سأقوم بالتسجيل عبر الرحموني وعبد الصمد. نعم، create account. نعم، سيقوم بإرسال restart. لا، سأقوم بالدخول إلى الإيميل. نعم، فأنا تحصلت على الإيميل. ندخل إلى الموقع، نقوم بملء باسورد على سبيل المثال. هذا هو باسورد، فوالا سيت باس اولويز ريمون. الوغ، فالآن نحن في الموقع، نقوم ب return to accept. نقوم ب accept. الآن فنحن قمنا بإنشاء الحساب. نعم، هذه هي واجهة الموقع. فالآن نذهب إلى create in publication. نذهب إلى offer service offer. نعم، نقوم بالضغط عليها. فنذهب إلى كور اي توتوريال. لو تيتر بوستي، يعني مثلا apprendre l'arabe online. بالنسبة للبوست سبيسيفيك سي اكادير، و الكود بوستال للمدينة. الآن سأقوم بإرساء الرسالة النصية الذي أريد أن أرسلها إلى المتلقي أو الذي يبحث عن هذا العرض. سأقوم بإنشاء سميتو تكست على هذا الشكل. Je souhaite très honoré de vous donner des cours sur la langue arabe pour devenir capable de lire et écrire et parler très facilement. Prier de bien vouloir me contacter sur. هنا أقوم بوضع كما تنقولوا الكونتاكت ديالي، يعني على سواء على واتساب أو الويشات، سكايب وجوجل ديو. أنا في جميع الحالات أفضل أن أتكلم مع الكليان أو الكليان أو سميتو الكاستمرز على جوجل ديو، لأنه لا يتطلب في بي ان ولا يتطلب شيء. المود بيمون بالنسبة لي أقوم بمود بيمون باي بال، وأنت ديك الساعة كدير اللي يعجبك. بالنسبة لسميتو الغولي كوري نخليو لابواط ايميل ديالنا. بالنسبة للتليفون أو تكست ندير بار تكست. فوالا، هنا كنزيد صفر. ها اكزيستون نون دو كونتاكت سي عبد الصمد. هنا وأقوم بكونتينيو. هنا على سبيل المثال سنقوم بإضافة إيماج. لنقوم بإضافة إيماج سنذهب إلى جوجل، ندير هنا على سبيل المثال apprendre arabe، وأقوم ب
باخذ صوره من جوجل اقوم على سبيل المثال apprendre l'arabe facilement ou bien facilement. Maintenant, هذه الصورة. أقوم بتليشارجمون. بوست. نعم. فأذهب هكذا أجوتي. الصورة. نعم. هاي. أقوم في avec photo. Voilà. فهكذا يظهر و publish. والآن فهو online. على هذا الموقع. هذه هي طريقة لإنشاء عرض على هذا الموقع. فعندما يريد أحد أن يتكلم معكم فهو فستجدون رسالة على نعم فهكذا تصلنا رسالة عبر الميل على الميل لكي نفعل هذه الخاصية publish your ad نعم وأقوم فهكذا كان الدرس اليوم إلى درس جديد إن شاء الله نتمنى أن يفيد أن أكون أفدتكم بشيء ما في هذا الدرس وإلى اللقاء إلى درس آخر السلام عليكم.